من الجانب ربما الشرعي إذا نظرنا إلى السمات التي ينبغي أن تكون في هذه الأسرة المنشودة، لعل من أهم السمات التي أراها مهمة هو جانب الاحتكام أصلا إلى الشريعة الإسلامية، جانب هذه العناية، هذه العودة، هذه المرجعية التي ينبغي أن تكون لدى الأسر. اليوم لما نتكلم عن رجل وامرأة يريدان بناء هذه الحياة، لابد أن يكون يعني النظرة الابتدائية أو الأصلية عندهما هو الرجوع إلى الشرع في كل أحوالهما، سواء في الحالة يعني حالة الخطبة البداية، ثم بعد ذلك أمور الزواج، ثم ما يحصل لهم بعد ذلك لما تكلمت عن الثمار، حتى الثمار، حتى لما نوصل الأولاد في معاملة الأبناء في غير ذلك، كل ذلك لابد أن يكون المرجع الذي يعاد إليه والذي يرجع إليه، وهذه من أهم السمات. اليوم لعله من المشاكل التي نعانيها في بعض المرجع. شيخنا تقصد يعني تقصد هل المرجع الثوابت ولا، لأنه بعض الناس لازال إلى الآن يعني يتمسك بالمرجعية، لكن يتمسك بالمرجعية يعني في ثوابتها وحتى في متغيراتها، يعني حتى لو جئته بطرق جديدة لا تتنافى مع الثوابت، ربما بعض الناس يقول احنا والدينا ربيو بهذه الطريقة ربيو بهذه الطريقة، أو أنا شفت بابا ويما عايشين بنفس الطريقة أنا نبقى عايش مع زوجتي بنفس الطريقة. وذلك منهج القرآن دائما يعلمنا التجديد، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا المنهج منهج خاطئ، وإنما لابد من التجديد في الوسائل والثبات، والثبات بعد ذلك في الأصول والمبادئ التي نركز عليها اليوم. لما نقول المرجع الشريعة، المرجع في الأصول، لما يجي الإنسان يبدأ بناية هذا البيت اليوم، مثلا نجد من الأشياء الدخيلة اليوم في الجانب القيمي مثلا جانب البناء الأصلي الابتداء، يجي إنسان يقول لك لازم نتعرف أنا على الطفلة هذه ونعيش معها سنوات ونعرفها، اليوم تطرح قضية المساكنة، بعض القضايا الأخرى التي يحال التشويش بها أو يراد التشويش بها. حتى شيخنا لو سمحت يعني نتكلموا حتى الآن، يعني هذا شيء واقع، يعني فوصلنا إلى نتكلم على الزواج المحاولة، يعني يعيشوا مع بعض ويحاولوا. نعم. ويديروا عقد، ويديروا عقد شيخ. نعم. يديروا عقد ويديروا عرس وزفاف ويجيبوا ناس، لكن بداعي المحاولة. نعم. يعيشوا مع بعض سنة للأسف. بدون دخول، ثم يقولوا إذا توالفنا وتفاهمنا بعدها يديروا الدخول ويمشيوا، وإلا يعودوا يروحوا للطلاق للأسف. وذلك نوجه دائما الرسالة يعني لبنات الأسر هؤلاء المستقبليين، أن تكون دائما مرجعنا هو الشريعة الإسلامية. قد ما الإنسان يحاول أن يصل إلى ربما كيفيات جديدة أو علاقات، بناء علاقات بطرق أو بأخرى، نجد اليوم بحكم الواقع الذي نعيشه، بحكم المشاكل التي نعيشها يوميا من الأسر التي تبنى بطريقة خاطئة، نلقاه دائما أن البدايات ربما كانت خاطئة، أن الاعتماد يعني الأصل لما يبني الإنسان بناء يدير بيت، على الأقل الأسس نتاعو لابد أن تكون قوية، بعدين جهاز التأريح، تجي زنزلة خفيفة، تجي حاجة فيسقط البناء يتداعى. كذلك لما نقول إنسان الشريعة ما يخافش من الشريعة الإسلامية، الشريعة أعطت لذلك الرجل، أعطته حقه ومكانته، وحفظت للمرأة أيضا في هذا البناء حقها ومكانتها. اليوم لما نشوف، قلت لك المشاكل مثلا ولا كثير من الآلام وكثير من اليوم الصراعات الحادثة بعد بناء الأسرة، في كثير من الأحيان يعني المرض تاعها أن للرجل يعود إلى الشريعة لتحكمه في مشاكله، ولا المرأة أيضا تعود إلى الشريعة لتحكمها في مشاكلها، فتلقى الإنسان يميل عفوا إلى مثلا الهوى نتاعو، تلقى التجارب التي اليوم تطرح علينا طرحا عن طريق الوسائل الحديثة، قال مسلسلات كذا، كيف ينشأ المرأة، كيف تخمم، الرجل كيف يفكر. لذلك مرجعية الشريعة هنا مرجعية مهمة من حيث أسرة نموذجية نريدها بحول الله أن تكون.